صباح الخير من جامعة سنترال ساوث تشاينا يونيفرسيتي. الليل اليوم الجبل ظهر بعد أيام، هندات جبل لقد ظهر الجبل أيها السادة والسيدات. أول حاجة صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الجبل يعني قريب من جامعة سنترال ساوث يونيفرسيتي ساوث تشاينا. يعني سبحان الله، أحيانا يسحر وأحيانا يختفي، بس اليوم ظهر، اليوم واضح وضوح الشمس ما شاء الله. طبعا من الشباك النافذة بتاعت السكن حقي. طبعا الجامعة في الوسط، هو الجبال حول الجامعة، يعني في الشمال وفي الشرق وفي الغرب وفي الجنوب، ونحن في النص، الجامعة في النص. دي كلها سكنات، دي سكنات بتاع الطلبة الصينيين. كنت أدرس قبل شوية، معي بريزنتيشن بحضر فيه. المهم لأن الجو بارد وكنت أستعمل المروة هذه لتدفئة الأجواء. طبعا الفازلين أحيانا لأن الجو بارد، أحيانا أخذته في الأيادي وكذا. يلا استمتعوا بأوقاتكم. يلا مرحب بكم في جامعة سنترال ساوث يونيفرسيتي، وأي شخص عنده أي استفسار أي حاجة أنا إن شاء الله هساعده، إذا ولا أريد منكم جزاء ولا شكورا. يلا دمتم سالمين.